السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي في فيديو تعليمي جديد. ودرسنا اليوم عن فن الطباعة بالتفريغ أو الطباعة بالستنسل. فما هو الستنسل؟ فالستنسل هو عبارة عن سطح مستوي، ممكن أن يكون من البلاستيك أو أي مادة تكون قوية وغير نافذة للسوائل، وبها فتحات. الفتحات دي اللي هي الرسوم زي اللي قدامنا دي، وهي دي الستنسل. والفتحات اللي قدامنا دي اللي هننزل فيها اللون ده اسمه طباعة موجبة بالموجب. وبنحتاج فيها المدقات اللي هي الفرش المدق أو الأسفنج والألوان السائلة. ويمكن الطباعة بالستنسل على أسطح كثيرة كالأبواب والأخشاب والدفاتر، وكذلك الشنط القماش والستائر وغيرها من الأسطح. لكن أقدر إن أنا أطبع على أوراق؟ نعم، نقدر نطبع على أوراق. الآن إحنا هنجيب ورق ونبدأ نطبع عليه زي ما إحنا شايفين. هنطبع الإيه؟ الرسمة اللي تحت دي، ودي طبعا طباعة موجب. طالما هنزل اللون داخل التصميم زي اللي أمامنا فدي اسمها طباعة موجبة. لكن إذا كان اللون حوالين التصميم، يعني بلون حوالين التصميم والتصميم صامت غير مفرغ، فدي اسمها طباعة سالبة. وطباعة الستنسل هي من الفنون الشعبية اللي كانت بيستخدموها كتير في الرسم على الحوائط، وكان لها فايدة كبيرة في إنهم استبدلوا أوراق الحوائط اللي كانت غالية الثمن بطباعة الستنسل دي. طيب لو مش عندي فرشة مدق أقدر أنزل اللون بإيه؟ هنزل بمدق الأسفنجة دوت اللي قدامنا اللي بنشتغل بيه ده. لكن هل أقدر أطبع على حاجة تانية زي القماش؟ لو عندي مثلا تيشيرت، لو عندي مثلا بلوزة، أقدر أطبع عليها على القماش دوت ولا بس على الأوراق اللي أنا اشتغلت عليها دلوقتي؟ طبعا نقدر نطبع عليها، وهننفذ فعلا بيان عملي دلوقتي قدامكم. وهنبدأ نجيب التيشيرت اللي هنلون عليه او هنطبع عليه، وطبعا بدخل تحته ورقة، اي ورقة كرتون، علشان خاطر ما يطبعش على الناحية التانية ويبوظ عليا الايه العمل. وجهزت الالوان اللي هشتغل بيها، وجهزت الايه المدقات الاسفنج اللي انا برضو هنزل بيها اللون في التصميم الموجب الستنسل. وثبت الستنسل على القماش اللي هو التيشيرت اللي هطبع عليه اهو زي ما احنا شفنا، وبنزل عليه اللون بكل سهولة بكل سلاسة. الموضوع سهل جدا وبسيط، وطبعا بشتغل على سطح مستوي، ومرة في التانية بكمل التصميم وبكرره باستخدام الألوان. هي دي طباعة الستنسل اللي احنا شايفينها قدامنا، ونتيجتها ممتازة، ولسه هنشوف نتيجتها الأروع لما نخلص خالص التيشيرت. وعايز أقول لكم حاجة كمان، ان الستنسل اللي انت بتختاره لك حرية الاختيار فيه، انت اللي بتختار او انت اللي بتختاريه براحتكم انتوا. يعني تقدر تاخد الوحدة بتاعت الستنسل وتوزعها على التيشيرت او البلوزة زي ما انتوا حابين، يعني براحتكم. وبعدين انا عندي تصميم في دماغي معين، فهختار وحدة استنسل تانية غير اللي اخترتها، وهبدأ اطبعها في الجزء اللي فوق دوت اللي بيكون على الصدر، وأعمل فيه لونين، اللون الأحمر مدمج باللون الأزرق. وبشيل الستنسل بشويش وأبدأ إيه أنقله في المكان التاني، وأحافظ على نظافة السطح اللي بطبع عليه سواء كان ورق أو خشب أو قماش إلى آخره. بشيل اللون بالمدق الاسفنج وابدا انزله في الايه في الستنسل اللي هو الاماكن المفرغه اللي موجوده عندي، وهكذا. واكرر العمليه تبعا لرؤيتي في اشغال المساحات اللي موجوده على التيشيرت. ف
فهتقدر تشتغل بالفرشاة أو المدقة الأسفنج الجاهزة أو المدقة اللي أنا عاملها دي، أنا اللي عاملها بنفسي، وهنزل لكم طريقتها علشان تشوفوها دلوقت للي حابب يعمل زيها ويشتغل بيها. افتكروا دايما الموضوع الكرتونة اللي بنحطها داخل التيشيرت او داخل البلوزة بالنسبة للبنات، علشان خاطر ان الالوان ما تطبعش على الايه، على ظهر التيشيرت او ظهر البلوزة. هبدأ بعد كده انقل للكم علشان طبعا ابدأ برضو اشغله بالطباعة، بطباعة الستنسل اللي هي طباعة التفريغ. الحقيقة ان انا عايز اقول لكم ان الطباعة بالستنسل ده نوع او اسلوب واحد من اساليب وانواع كتير للطباعة. يعني في عندنا طباعة القوالب، وفي عندنا طباعة السلك سكرين، وفي عندنا طباعة الباتك، في انواع كتير. فطباعة الستنسل او طباعة التفريغ دي واحدة من ضمن مجموعة كبيرة جدا من أنواع الطباعة. مفيش شك يا أبنائي وبناتي إن التكرار للوحدة بيضيف للعمل قيمة وشكل جمالي كبير، وكذلك الإيقاعات المتنوعة يعني الغير رتيبة. يعني الناحية اليمين مش هنعمل زيها بالظبط في الناحية الشمال، ولكن يبقى فيه تغيير، يبقى الإيقاع بدأ يختلف من جزء لآخر، فيدي برضو قيمة وإضافة قوية للعمل الفني اللي بننفذه. فممكن الإيقاع يتغير في الوحدة نفسها أو إنه يتغير في الألوان زي ما احنا بنبدل في الألوان دلوقتي. في النهاية الملخص إن طباعة التفريغ هي طباعة الستنسل، وهي طباعة الأجزاء المفرغة على سطح قوي وغير نافذ للإيه، للسوائل. أتمنى يا أبنائي وبناتي من الله أن يكون وفقنا في تقديم هذا الفيديو ويكون فيه فايدة لكم إن شاء الله، وما تنسوش تشيروه. وإلى لقاء آخر في فيديو تعليمي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.